السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيديرنا الخوت؟ بخير عليكم، كلشي مزيان، الاحوال كلشي مزيان، ما كيمشيوش ولله الحمد، تمنى ربي كلشي يكون بخير وعلى خير باذن الله. الله يرحم لكم الوالدين. اليوم الجمعة باذن الله، اليوم شحال في شهر 6؟ اليوم 6/10/2023 باذن الله. اول حاجه الخوت دابا طلعنا ان شاء الله، راه باقي ما وكلنا ما والو، جيت ونعس، جينا من الجمعه، الله يقبل لينا وليكم ولجميع المسلمين باذن الله. اول حاجه غادي نديرها وكان عليا نديرها البارح ماشي مشكل، وهي ديك الحمامه اللي رجعت، ديك الطوبيه ديال الاخ عمر، ان شاء الله سوف يتم اطلاقها، غنجري عليها نشوف غير الطريقه ديال الطيران ديالها، ربما تبغي تشد النواحي ديال كازا، ربما تبغي تشد، الله اعلم. حنا غادي نطلقوها بوحده ونجريو عليها باذن الله، ونتمنوها انها تمشي، ما كرهناش، ما مشات ما بغيناش نضيعوا داك السيد في ديك الحميمه، هذا ما كان. يلا الله يرحم لكم الوالدين، وحنا غادي نشوفوا الصوت دابا واش كاين ولا ما كاينش. يلا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. وهي هذه، هي هذه انت وتبارك الله. حنا غادي نحاولوا، واخا ما كنظنش بان غادا تمشي، انا ما كنظنش بان غتمشي، لان وتبارك الله كيف كانوا نقولوا الخوت نتوا، شوشو نتوا كي دايره نتوا غزاله، شدي نتوا شديها هاكاك، نتوا غزاله الخوت ومكركبه، نتوا غزاله غزاله والله العظيم الا غزاله، وراه خوتها ديبلومي، ماشي كنقول غزاله حيت هي زوينه على زينها، راه على زينها وعلى الاصل ديالها، راه خوتها ديبلومي والله العظيم، كنحلف بالله هادشي اللي كاين. حنا غادي نطلقوها دابا ان شاء الله، ها هي، ها انتم الخوت، مساكي مشراكي، هاهي مشات. انا شوف خونا في الله، شوف خونا في الله شوف خونا في الله، يا الحمامه الخوت، هاهي شوف، هاهي علات حميمه، علات. حنا من بعد نطلقوا الذكور ان شاء الله قبل ما ياكلوا، هاهي دخلت معاهم مع حمامه، احمام خونا في الله دخلت معاهم، هاهي حنا ما كرهناش الاتجاه ديال الدار البيضاء، الله ما كرهناش الاتجاه ديال الدار البيضاء، هاهي شوف الخوت، هاهي حمام تخلع ديالو، كيطلق حمامو، هاهي علات، هاهي شو، انا ما كدور غير هنايا، نتمناوها تمشي، انا والله بغيتها تمشي، والله العظيم حتى بغيتها تمشي، وليني ما غتمشيش، هاهي كدور، هاهي حدرات، هاهي الجو راه اليوم سخونه الخوت، هاهي الحميمه شو، هاهي انا بان لي الجو سخون في الجمعه، راه عرقت انا في الجمعه. يلا الخوت الحمامه ما غتمشيش، هاي بغات تهبط، هاي حنا قلنا ربما لعل وعسى انها تمشي، هادشي اللي قلنا، بغيناها تمشي. اول حاجه الاخ يوسف قال لك ولعنا في واحد الدفليه، راكم تعقلوا على هذا العام اللي فات، شنبوره راه كنت درت لها فيديو الحمامه وطارت، شوف وطير حمامه، صور هذا الحمام هذا، انا الخوت شوف الحميمات كيجري على حمامه، ها هما راه بيناتنا الخوت، غير جوج ديور اللي بيناتنا، ها تشوفي بيننا وبينو، بينو جوج ديور الخوت، ها انتوما حنا الدار ديالنا هي هذه، هذه اللي فيها الحوايج، كاينه هذه الدار هذه اللي فيها الديماتيت، ها هي وحده، وكاينه هذه الدار الحمراء، هو راه من مور الدار الحمراء، الدار اللي يعني جوج ديور، كاينه هذه وهذه، صافي جوج ديور، ها هي دارو، اللهم اهدينا يا رب العالمين، يا ربي تهدينا. فين هي الحمامه؟ ها الحميمه، هاي شو الخوت، ما غتمشيش، هاي شو كدور، ما غاداش تمشي ان شاء الله، يلا الخوت ما غاداش تمشي، باغا تهبط، هاي شو، هاي باغا تهبط الخوت ان شاء الله، باغا تهبط. ايه واش غنديروا الخوت، حنا نطلقوا الذكور ان شاء الله، دابا ما نسوقوش ليها. بالنسبه للاكله الخوت راه زدنا فيه القمح، هذا هو القمح اللي خدينا، هو هذا، هذا هو القمح اللي خدينا، راه زدنا فيه القمح،
وكيف قلنا ان شاء الله باذن الله تقريبا الخوت نخدم لهم الشعير ان شاء الله، لان كنضم ها السيكاليم، هذا شتيو السيكاليم، هذا السيكاليم ولي ما غياكلوش. كيف قلنا قريبا الخوت نخدموا لهم الشعير باذن الله، حتى الشعير المزايا ديالو راه كيخفف الحمام. يلا الخوت خليكم معنا تلقوا الذكور، انا معكم الخوت على بركه الله. وغنطلقوا حتى دوك الوليدات، ماشي الولي اللي مع الذكور، الخوت الوليدات اللي مع الذكور، يعني كلشي غادي يخرج ان شاء الله وكلشي غادي يطير باذن الله. خرجوا وليداتي خرجوا. خش خرج اخرج اصاحبي خرج. ويلي وذكر كان دفعوا بيديا كاع ما مسوقش كاع، والله العظيم ما مسوق، تنقول ليه خرج والو السيد ما بغاش يخرج. صافي هما كلشي هنا خارجين ان شاء الله. خرجوا 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 خرجوا. سي 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 خشو خشو خشو. خشو عرفتي سيدو كل الخوت هنا في الشرابه ولات فيه واحد الريحه، اش نقول لكم واحد الريحه سيدو كل راكم عارفين كيدير الريحه. يلا تحياتي لكم، عندك الطيحه يا بنيتي تكون الريحه لتحت. يلا الخوت الله يرحم الوالدين، كيف العادة على بركة الله تولي عزوونا. فهاد الأثناء الخوت راه كيكون الطير فهاد الأجواء هادي اللي كتكون السما مغيمة، يعني السما مغيمة راه كيكون الطير. ها واش نبي راه لصق معاهم الخوت واحد الزغلول راه لصق معاهم. كيف قلنا ها هو واحد آخر، شوف 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 هذا كبير، شوف شوف كبير هاد الثاني. اما هبطوا جوج الخوت، اما هبطوا جوج ولله الحمد راه هبطوا جوج. هبط الزغلول اللي ضاع لي اخوه، هبط الزغلول اللي ضاع لي اخوه. بالنسبه للذكور ما بداو يحضروا، 100% راه تكون معاهم الخوت ديك الانثى، الانثى ديال الاخ عمر 100% راه هي معاهم 100% لان ما هبطاتش بقات طايره. وكيف العاده الخوت كيف قلنا غادي نعطيهم السيدوكول. شو شو واحد الحميمه تهبط عند خونا، يا 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 الخوت واحد الحميمه هي ديال العنبره هي تالفه. شو 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 سبحان الله العظيم كيفاش الخوت راه الحمام كيفرفر عنده فوق الشجنه. شو كيفاش الحمام تيولف عنده، راه الحمام كيفرفر عنده واحد الحميمه ديال العنبر متراسيه. فينا هي؟ ها هي جايه جايه جايه. شوف الخوت هذا العنبر، ها هو ها هو ها هو جاي ها هو جاي هو. شو ها هو العنبر، ها هو شو 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 يهبط عنده. شو شو الخوت شوف شوف حتى كان يهبط عنده خوت العنبر. هنا هذه هي الطريقة باش كيرسي عنده الحمام ديال عباد الله. ها هو ها هو العنبر شتي متراسي بالكحل على ما كنظن. ها هو جاي هو جاي هو جاي ها هو يهبط عندي ويهبط عندي ويهبط عندي ويهبط بالحمر متراسي بالحمر. الخوت ثلاثة تروا بياس عنبر تروا بياس بحال دابا هذا كنت طلقت عليه الحمام يهود شتي حتى كان يهود عنده، حتى كان يهود عنده شوية جوج مرات كان غادي يهود عنده. هذا ما كان ولله الحمد، الحمد لله كيف ما كان الحال. حميمة هما باقيين طايرين الخوت، كيف قلنا غادي نعطيهم سيدوكول بإذن الله. اليوم غادي نعطيهم سيدوكول، نقدموا لهم سيدوكول بإذن الله. وغدا إن شاء الله التوم، نتمنى أن نلقى الكولوار ونلقى السطيح مسيق ليا إن شاء الله. لقى البنية ولا ماماهم عاوتاني سيقوه ليا إن شاء الله، نتمناو. أنا غادي نخوي فيه لميها، نخوي فيه لميها باش يعاونوني شويه فهمتي. راه العوين مزيان الخوت العوين، واحد الكليكه راهي واحد الفريق الله اعلم ديال من الخوت. شو ها هو جاي هو جاي شو شو واحد الفريق راهو. ها هو شو الخوت عندك شي واحد يقول لي عندك تصور لي حمامي. هاد الحميمات الخوت ما عرفتش ديال من، هاد الحميمات ما عرفتش ديال من. الله يسخر لي فيهم، هادشي اللي نقول لي الله يسخر لك فيهم. حنا حميماتنا ها هما، وغادي نطلقوا حتى الزغاليل ما عدا الزغاليل اللي باقي ما طاروش. كيف قلنا ما عدا الزغاليل اللي باقي ما طاروش. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، يلا خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. حميمات على وشك الهبوط الخوت ان شاء الله. دخل 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 دخل. بالنسبه للماكله عطيتهم الماكله ديالهم لداخل، كيف قلنا عطيتهم الخوت الماكله ديالهم. هذوك الحميمات راه باقيين طايرين ديال شي واحد شي مولوع تماك،
راهما تبارك الله الله يسخر لي فيهم باقيين طايرين تماك. كيف قلنا الخوت راه حطيت لهم الماكله ديالهم، حنا كنتسناو غير يهبطوا ان شاء الله ونتلقاو الزغاليل ديالنا حتى هما يطيروا ويهبطوا ياكلوا. كيف قلنا دابا راه ولينا كنتلقاو بالجوع. دخل 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 معاهم الانثى، معاهم الانثى راه هي الاولانيه الخوت، هي الطرفانيه شتوها الانثى راه معاهم. حنا كنتسناوهم يدخلوا. بالنسبه لدوك الزغاليل الصغار الخوت هما خرجوا اللهم بارك. ها هما هما هادو اللي من هنايا الجوج اللي قلنا لي البيع، هما هادو الزغاليل لي البيع ان شاء الله. ها واحد راه كياكل من المعلفه والاخر هو كياكل الكاردي وهزه هزه ها هو كل الكاردي. الاخر حتى هو كياكل كينقب دوك الحبات اللي في الارض. ها انتما الخوت هما كياكلوا هادو اللي باغيهم يدخل لعندي. كيف كنقول ديما هاد جوج وليدات اللي باغيهم يدخل عندي هما هادو الطوابه، والاب ديالهم هو هذا الطوبي هو هذا اللي تياكل، والام ديالهم راه عزلتها مع الاناث لان الله يجعل البركه. هما هادو الخوت ها هما طوابه غزالين تبارك الله. هما هادو يلا اللي باغيهم يدخل عندي، الا ما تباعوش راه غادي نخليهم يلعبوا ان شاء الله الخوت. الا ما تباعوش غادي نخليهم يلعبوا، ما عنديش المشكل. يلا والله المستعان. حنا كنتسناو الحميمات يهبطوا راه باقيين طايرين. يلا هابطين هنا أربعة ديال الحمامات، أربعة ديال الحمامات دوك الثلاثة وهاد الذكر هذا، أربعة ديال الحمامات اللي يهبطوا من الحمام. حنا كنتظروا الحمام يدخل إن شاء الله. دخل 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 الحميمات بداو كيهبطوا الخوت. دخل 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 الأنثى هي هادي. كيف قلنا ما غاداش تمشي، ما غاداش انا درت غير تجربه نشوفها واش غتمشي ان شاء الله. ساعه ما مشات. دخل 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 الحميمه راه حالي الفمهم لانه باقي ما مسوفلينش الخوت. ايوا نتمنوا الخير والتيسير والله يعطيكم الخير. حتى وحده ما هبطات، تذكر ما هبط. احنا الحمامه معزوله ما فهمتش واش ديالي ولا ماشي ديالي، 100% ديالي. هايا لا ديالي ديالي. ها هو يهبط. دخل 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 الحمد لله. هاهو هبط هذا اللي قلنا واش ديالي ماشي ديالي ديالي. أذكر الكبير هذا. دخل 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 بقاو تماك شحال ستة ديال الذكور اللي بقاو، حنا كنتسناوهم يهبطوا تا هما إن شاء الله. دخل 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 الحمد لله أن كلشي ولا كيطير، بعدا الذكور ولاو كيطيروا كاملين الحمد لله. باقيين ستة ديال الذكور حنا كنتظروا فيهم يدخلوا. راه الماك بالنسبة للأكل الخوت راه حطيت لهم الأكل ديالهم، والماء راه غادي نعطيهم كيف العاده السيدوكول، وان شاء الله الخوت نخدم غير شرابه وحده ديال السيدوكول باش ما يشيطش ليا الماء، لان البارح شاط ليا الماء. كيف قلنا البارح شاط ليا الماء، غنخدم غير شرابه وحده ان شاء الله. هما تستا هما غادي يهبطوا ان شاء الله. هما هبطوا باقي ذكر واحد هو هذا. ذكر واحد اللي بقى وغادي يهبط دابا ان شاء الله. بحال خايف 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 بزز باش هبط. حنا ان شاء الله غادي نهبطوهم دابا. دخل 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 اما غادي يدخلوا دابا لان الحمام راه جيعان، واخا ماشي شي جيعان الخوت. هانتوما كيف كتلاحظوا كو كان جيعان كو راه دخل دغيا، راه ماشي شي جيعان، راه جيعان وليني جيعان غير شي شويه. والله المستعان نتمنوا الخير. هذا ما كان الله يرحم الوالدين. دخل 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 دخل
يلا الخط الله يحفظكم، الحميمه هما غادي يدخلوا كاملين باذن الله، وان شاء الله غنقدموا لهم الشراب ديالهم، عطيتهم الماكله راه كياكلوا. دخل دخل دخل، بقاو جوج ونتيوا هو ذكر هو غادي يدخل، بقى يبقى لي غير شنبور اللي باقي الفوق طوبي. دخل 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 دخل، هو هبط هو، لا باقي شي حمامه لهي، هذا اللي كان خايف هو تا هو يدخل ان شاء الله. دخل دخل، سير 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 سير، بقات غير نتيوا راه هي اللي غادي تبقى. دخل اونطري، لا دخل تمشي اونطري، سير هبط هبط تاكل، هبط هبط تاكل تحت، هبط هبط تاكل تحت. الحمد لله الخوت الذكور ما هبطوا، من بعد ما غادي ياكلوا. واش هذوك الزغاليل الخوت اللي باقيين صغار؟ ها هو واحد فيهم هو هذا، هذا الطرفاني شتو، ها هو شو كيتقاتل في الماكله، حيت راه ولفت لي انا في الوكر كنت كنعطيهم ياكلوا في الوكر. اخوه الاخر الله اعلم فينا هو، غيكون دخل اخ ديالو الاخر يكون دخل يمكن، تماما ما كاينش هنا الخوت. ها هو شو هو هذا، ها هو شو تبارك الله كي داير، كلا اللهم بارك، ونتمنوا الخير والتيسير. كذلك ومثال الخوت غادي نطلقوا الاناث ان شاء الله، غادي يطيروا كيف قلنا غادي يطيروا. راه واخو هو اللي كيفرفر ليه باغي يدخل، شتو باك ازرق كيف قلنا الخوت غادي نطلقوا الاناث يفرفروا، وما غاديش نطلقوا دوك الاولاد اللي قلنا الجدود، دوك الاولاد الصغار ما غاديش، راكم عارفين دوك ما غيخرجوش حتى الغدا السبت ان شاء الله، اليوم راه الجمعه والله المستعان، وراه الامور طيبه الخوت الله يرحم لكم الوالدين. وغادي نولعكم فواحد الدفليه ديال السنه الماضيه ان شاء الله، هذا طلب من عند الاخ يوسف، وتحيه لخويا يوسف، طلب من عنده قال لك ولعنا فيها غنشدها ان شاء الله وغادي نوريها لكم، والله يرحم الوالدين.
شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.